العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. نعمة جلل الله فليتعلم الله شفاء سنة يا رسول الله. Devam eden ve nasip-i cennet, ürünler, rahmet, kalınlara salatu ve selamet. Allah-u Mezid ve Alâfin Buz, bi hürmeti lillahi teâlâ, Fatiha. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا ما قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Uçun koşular Medine'ye Selam götürün Nebi'ye Ümmet onu çok özlemiş Gidin söyleyin Resul'e Ümmet onu çok özlemiş Gidin söyleyin Resul'e Bedir'de mi Uhud'da mı Nerede beklesek seni Safa'da mı Merve'de mi Beklesek ey Nebi Binlerce yıl geçse bile Resul hala yeryüzünde Sanki yine avuç açmış Dua ediyor ümmete Sanki yine açmış dua ediyorum ben Bedir'de mi Uhud'da mı nerede beklesek seni saf
خادم و آدمی من کلا سکای نبی سانی اون گن نر دانا بین سک جانلار ورید دیکونا بین دفا میدهید بین دفا استردیم بین دفا میدهید بین دفا بدیر دمی اوهدام نرده بکلسک سنی صاف آدام عمر و آدمی بکلسک ای نبی سنی بدیر دمی اوهدام نرده بکلسک سنی صاف آدام عمر و آدمی بکلسک ای نبی سنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفار. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن
şeydeyim. Bir saat herhalde olur ya. Ne kadar saate kadar buradasın sen? Sen işlerini hallet. Ben şimdi daha Mevlid'deyim. Mevlid bittim, ben seni ararım. فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من
ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلهي يا ربي أحمش أولدومز قرآن كريمي dergâh-ı izzetinde ahsen-i kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat, kulesâ-i kâinat, ekmel-ü tehiyyat, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Hazreti Adem'den günümüze kadar ne kadar peygamber, ulema, şuhada gelip geçmiş ise biz onların da ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, nesilleri unutulmuş, cisimleri çürümüş, yok mu bize de bir Fatiha okuyacak diyerek bekleşen bir cümle mümin ve müminatın da ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, buraya yakından ve uzaktan teşrif edip duamıza amin diyen kardeşlerimizin de bir cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu davet sahibi olan kardeşimizin de bütün geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle, haberdar eyle. Ya Rabbi, kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle, cehennem çukurlarından bir çukur eyleme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizleri bu dünyada yaşadığımız müddetçe Kur'an-ı Kerim'in yolundan, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, nefsimize ve şeytana fırsat verme, neslimizi her türlü kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, cümlemizi görünür görünmez kazalardan, belalardan, hastalıklardan, musibetlerden, afetlerden, savaşlardan, zelzelelerden koru. Ya Rabbi, kaybettiğimiz imtihanlarla imtihan eyleme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, münker ve nekirin suallerine karşı Rabbimiz Allah, dinimiz İslam, kitabımız Kur'an-ı Kerim, kıblemiz Kabe-i Şerif diye kolayca cevap vermeyi cümlemize nasip ve müessir eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, verilen bu ikramı dergâh-ı izzetinde ahsen-i kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sünnet olan bu yavrumuzu iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle. Ya Rabbi, bu yavrumuzun hayatında başarılar ihsan eyle. Vücutlarına sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu yavrumuzun ailesine bolluk, bereket ve sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena gfirli ve livalideyye ve lilmu'minine yevme yekumul hisab bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Anam, 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 anam